حققت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها في عام 2022، مسجلة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة 20%. وأرجع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع هذه الزيادات إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية أثبتت ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.